بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزة الطالب، عزيزة الطالب في أكاديمية مدرسة الإمارة الدولية، اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح ننتقل إلى آخر درس في الفصل الدراسي الأول، متمنيا لكم كل خير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الدرس إن شاء الله طبعا أسئلته طويلة جدا، وبالتالي إذا راح نجزئه إلى عدة أجزاء حتى ما يكون في عندنا إطالة في الفيديو أعزائي الطلاب. الآن في عندنا بالنسبة لموضوع تطبيقات القيم القصوى، هنا بدك تلاحظ إذا عزيز الطالب، إذا دائما يعني إذا كان في عندك مسألة لما بقول لك في أكبر ما يمكن وأقل ما يمكن، بدك هنا رأسا بدك تستخدم اللي هو تطبيقات القيم القصوى. شو بدك تعمل؟ بدك تبحث دائما بجنب أو قبل كلمة أكبر ما يمكن على العلاقة الرئيسية، والعلاقة الرئيسية هذه تثبت أن إذا القيمة اللي بطلبها منك تكون أكبر ما يمكن أو أقل ما يمكن حسب ما هو طالب منك عزيز الطالب إذا في السؤال. طبعا بيكون في عندنا معلومات، هاي المعلومات الآن في بداية المسألة بتكون يعني خلينا نقول حتى حل مشكلة. إذا عندنا بيطلع عندنا عادة يعني نقول في هذه المسائل أكثر من متغير، وبالتالي لابد من نتخلص من أحد إذا هذه المتغيرات أو نكتب العلاقة بدلالة متغير إذا عندنا واحد عزيزي الطالب. هلا راح نناقش الأمثلة. عندنا مثال، مثلا مثال أول قطعة أرض بيقول لنا اللي هي عبارة عن مستطيل الشكل محيطة 800 متر جد بعدي قطعة أرض لتكون مساحتها أكبر ما يمكن. هلا إذا وين راح نركز إذا عزيزي الطلبة؟ راح نركز على كلمة أكبر ما يمكن. إذا وين العلاقة إذا الرئيسية؟ اللي قبليها مباشرة، اللي قبليها مباشرة، يعني بمعنى إنه هون بكتب إذا ميم اللي هي مساحة إذا قطعة الأرض مثلا سين ضرب قديش هون عندي؟ إذا سين ضرب صاد. إذا على أساس إنه بعد اللي هو عندنا بعدي قطعة الأرض اللي هو عندنا سين، إذا عندنا واللي هو عندنا صاد. هلا الان اذا هاي العلاقه الرئيسيه، العلاقه الرئيسيه الان بس ناقصه الان عندنا صاد، ما بصير اذا نكون في عندنا. طيب كيف بدي اشتق الان؟ لازم اشتق بالنسبه لمتغير واحد. هذا معطيني هنا ايش؟ هنا عندي معطيني محيطه، اذا محيطه اذا عندنا 800، اذا اجي باجي الان اذا عندنا على اذا عندنا على بستخدم اذا العلاقه، اذا هنا العلاقه المساعده، إذا هاي العلاقة الرئيسية، طبعا هاي الرئيسية، إذا هنا العلاقة، إذا عندنا العلاقة المساعدة، إذا نسميها العلاقة المساعدة. إيش مساعدتنا؟ حتى نخلص من واحد من المتغيرات، إلا عندنا هنا اثنين، إذا عندنا سين زائد إذا عندنا اثنين صاد، كل هذا يساوي اللي هو عندنا 800. منين إجى اثنين وسين؟ اللي هو عندنا محيط المستطيل عزيزي الطالب، اللي هو اثنين ضرب الطول زائد اثنين ضرب العرض بده يعطيني اللي هو عندنا المحيط. الآن إذا عندنا لو قسمنا إذا طرفي المعادلة على اثنين، إذا بنلاحظ إذا عندنا سين إذا زائد إذا عندنا صاد، كل هذا بيساوي اللي هو عندنا 400. وبالتالي إذا بقدر أكتب صاد على شكل أو بدلالة إذا سين اللي هي عبارة عن 400 إذا ناقص اللي هي عندنا سين. هلا برجع هاي العلاقة الرئيسية، الآن برجع إلى العلاقة الأم أو العلاقة الرئيسية اللي هي عندنا هاي المساعدة الرئيسية بتقول لنا إذا عندنا هاي سين، بدي أضع محل إذا صاد القيمة اللي أوجدتها من العلاقة المساعدة اللي هي 400 إذا ناقص اللي هو عندنا سين. هيك بنكون خلصت إذا أو جهزت العلاقة إذا عندنا الرئيسية عزيز الطالب. هلا شو بدنا نعمل الآن؟ لو وزعنا السين إذا صارت اختران عادي، صار عندنا هون 400، إذا عندنا 400 سين ناقص إذا عندنا سين تربيع. هلا بدي اوجد القيمه العظمى لهذا الاقتران. هلا الان زي ما تعلمنا سابقا بدي اوجد المشتقه الاولى ميم فتح على سين اللي هي عندنا وتساوي عباره عن 400 ناقص اللي هو عندنا 2، اذا عندنا 2 سين وبساويها الان عندنا بالصفر، طبعا تطلع عندنا هنا سين تساوي عزيز الطالب تساوي 200. هلا كيف بدي اثبت انه هاي القيمه اللي هي قيمه اذا عندنا اذا قيمه اذا تشكل اذا عندنا قيمه إذا عندنا قيمة عظمى أو أكبر ما يمكن؟ عن طريق خط الأعداد، برسم خط الأعداد وبعين اللي هو عندنا العدد اللي طلع معاي اللي هو هنا 200، بدرس إشارة المشتقة، طبعا هاي إشارة ميم فتحة لسين، إذا بدرس على اليمين إذا بنلاحظ إذا هي عبارة عن سالبة، يعني معامل سين إذا عندنا سالبة، وعلى الشمال بده يكون إذا عندنا موجبة.
وبالتالي إذا الاقتران بنلاحظ إذا عزيز الطالب إذا نكون اقتران متزايد إذا بهذا الشكل، وبعدين عندنا الاقتران ماله إذا بيكون متناقص. وبالتالي إذا شو نقدر نقول الآن إنه للاقتران، إذا عندنا للاقتران إذا نحكي إذا تكون إذا المساحة أكبر ما يمكن، إذا تكون إذا عندنا المساحة، إذا عندنا المساحة إذا أكبر ما يمكن، إذا أكبر إذا ما يمكن اللي هو عندما س قديش تساوي عزيز الطالب؟ عندما س تساوي اللي هو عندنا 200. هلا ما دام إذا عرفنا اللي هو عندنا القيمة س، طبعا نقدر نستدل على قيمة الصاد إذا من خلال اللي هو عند العلاقة الرئيسية. إذا صاد إذا هنا ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن 400 ناقص اللي هو عندنا 200، وهذا شو بده يساوي؟ إذا ويساوي 200، بمعنى أنه إذا قطعة الأرض أبعادها، إذا أبعاد قطعة الأرض، إذا عندنا أبعاد إذا قطعة الأرض اللي هو بتكون إذا عزيز الطالب 200، وكمان عندنا 200. إذا بمعنى أنه طلعت لازم تكون مربعة شكل حتى تعطينا مساحة أكبر ما يمكن. هلا نيجي إلى صفحة رقم، إذا عندنا صفحة رقم 2، إذا نبحث عن صفحة رقم إذا عندنا 2 عزيز الطالب. اللي هي تدريب، إذا هاي إذا صفحة رقم 2 عزيز الطالب، إذا هي تدريب رقم، إذا تدريب رقم 1. إذا شو بقول لنا تدريب؟ إذا عندنا رقم 1، إذا في عندنا مجموع، إذا عدد مع مثلي عدد آخر يساوي 40، جد العددين بحيث يكون حاصل ضربهما أكبر ما يمكن مستخدما. إذا عندنا كلمة إذا أكبر ما يمكن، إذا العلاقة الرئيسية اللي هي حاصل الضرب. إذا شو بدي أعمل الآن؟ بكون إذا علاقة، إذا عندنا رئيسية اللي هي بسميها، إذا عندنا مجموعة عددين بقدر أسميه مثلا أي اسم بدنا إياه، مثلا قاف السين ويساوي، إذا حاصل إذا مجموعة عددين حاصل ضربهما، إذا خلينا نفرض إنه هذول عددين إذا عندنا سين ضرب قديش، هون عندنا سين ضرب صاد، إذا مجموع عدد مع مثلي عدد آخر يساوي 40، جد العددين بحيث يكون حاصل ضربهما إذا حاصل أكبر ما يمكن، إذا بمعنى إنه سين ضرب صاد بده يكون إذا عندنا أكبر ما يمكن. هلا الآن طلع عندنا نفس العملية، نيجي الآن للعلاقة المساعدة، إذا هون بقول لنا مجموع عدد مع مثلي عدد آخر، يعني لو فرضنا العدد الأول سين، العدد الثاني بده يكون مثلي يعني قده مرتين عزيز الطالب، يعني 2 صاد، كل هذا شو بده يعطيني؟ بده يعطيني 40. هلا الآن عندنا تقدر تكتب برضه كمان صاد زائد 2 سين، نفس الشيء إذا عزيز الطالب، وبالتالي إذا صار عندنا هون 2 صاد ماذا تساوي؟ عبارة عن 40، إذا عندنا ناقص س، وبالتالي إذا عندنا الصاد إذا تساوي إذا 40 على 2 يعني 20، إذا ناقص اللي هي عندنا س إذا على 2. هلا هاي العلاقة الرئيسية، إذا شو بدي، هاي العلاقة المساعدة عفوا، شو بدي أعمل فيها؟ أوديها على العلاقة الرئيسية، إذا عندنا س إذا ضرب، الآن بضع محل اللي هو عندنا الصاد القيمة اللي هي عندنا 20، إذا ناقص اللي هو عندنا س إذا على اللي هو عندنا 2. وبالتالي الآن إذا بصير عندنا هنا 20، إذا عندنا 20 س ناقص س في س اللي هي عبارة عن س تربيع إذا على اللي هو عندنا 2. هلا شو بدي أعمل الآن إذا عزيز الطالب؟ بشتق إذا هذه العلاقة حتى أوجد القيمة العظمى، إذا القاف فتحة على س تساوي اللي هي عندنا 20 ناقص اللي هو عندنا 2 س إذا على 2. إذا ويساوي طبعا يساوي صفر، طبعا هون الاثنين مع اثنين بتروح، بمعنى إنه قيمة السين إذا عزيز الطالب قديش تساوي هنا؟ تساوي اللي هي عندنا 20. هلا بتأكد إنه الآن عندنا طبعا هنا المشتقة إذا أصبحت تساوي إذا 20 ناقص إذا عندنا سين. هلا من خلال اختبار إذا عندنا بتقدر نختبر الآن إذا عزيز الطالب من خلال الاختبار المشتقة الثانية. إذا باجي بقول إذا قاف فتحتين إذا عندنا لسين إذا وتساوي إذا سالب 1. الآن إذا عندنا قاف فتحتين ل 20
إذا للعشرين وتساوي برضو كمان سالب واحد، وهذه أقل من الصفر. يعني إذا حسب اختبار المشتقة الثانية، إذا شو بنقول؟ إذا عندنا هنا قيمة، إذا عظمى، إذا قيمة عظمى أو أكبر ما يمكن راح تكون، إذا قيمة عظمى، إذا عند س تساوي قديش هون عندي؟ عند س تساوي 20. عند س إذا تساوي اللي هو 20، أو باستخدام اختبار المشتقة الأولى إذا عزيزي الطالب، يعني الطريقة اللي بتريحك، وحسب كمان برضه طبيعة السؤال هي بحق، يعني هو بيتحكم فينا. هذا إذا عندنا بالنسبة لقيمة س. الآن كمان نقدر نطلع إذا عندنا العدد الثاني اللي هو ص، ويساوي بنعوض بالعلاقة المساعدة اللي هي 20 ناقص إذا 20 إذا على 2، ويساوي اللي هو عندنا 10. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا بالنسبة إلى هو عندنا الصفحة إذا عزيز الطالب، صفحة رقم 2. خلينا نشوف رقم، إذا عندنا رقم 3. إذا السؤال رقم 3 إذا بحكي لنا، بقول لنا متوازي مستطيلات قاعدته مربعة شكل مجموع أطوال أحرفه يساوي قديش هون عندنا 600. قلنا أبعاد متوازي المستطيلات يعني طوله وعرضه وارتفاعه، التي تجعل حجمه أكبر ما يمكن. إذا وين العلاقة الرئيسية إذا عزيزي الطالب؟ اللي هي هذه اللي تجعل اللي هو عندنا الحجم. إذا الحجم هو أكبر ما يمكن، اللي قبل كلمة أكبر ما يمكن. والآن شو بدي أعمل؟ بنفس الطريقة إذا عزيزي الطالب شو بدي أساوي؟ بسمي اقتران مثلا ح اللي هو عبارة عن الحجم. إذا ويساوي لو عندنا الحجم المتوازي المستطيلات اللي هو عبارة عن طول إذا ضرب اللي هو عندنا عرض ضرب إذا عندنا ارتفاع. إذا هذا القانون كلنا بنعرفه. الآن بقول لنا الآن القاعدة مربعة الشكل، لو فرضنا إنه إذا عندنا هاي القاعدة مثلا طولها خلينا نقول سين وعرضها خلينا نقول سين ما دام إنها مربعة، وشو بده يكون إذا عندنا هنا؟ إذا ارتفاعها يساوي اللي هو عندنا صاد. إذا ويساوي الآن، إذا نقدر الآن نعوض، إذا صار عندنا هنا س، إذا ضرب س يعني س تربيع، إذا ضرب الارتفاع اللي هو فارضينه اللي هو عبارة عن إذا عندنا ص. هلا الآن عندنا في ظهر متغير آخر زي ما الآن اشتغلنا قبل شوي، إذا كيف بدي أخلص من هذا المتغير؟ من خلال إذا بنلاحظ إذا عزيز الطالب إذا هنا س، هنا كمان س، وهنا كمان إذا بده يكون س، هذا كمان س، هذا كمان س، لأن القواعد تكون عندنا متساوية. وهذا بتكون إذا عندنا صاد، وهذه بتكون إذا عندنا صاد، وهذه صاد. وبالتالي بيقول لنا مجموع أحرفه قديش يساوي؟ إذا عندنا 600. إذا بمعنى إنه عندنا 4 س زائد 4 س عزيزي الطالب، إذا بتكون إذا عندنا هنا 8 س، إذا زائد إذا عندنا 4 صاد، هذا كله شو بده يعطيني؟ بده يعطيني اللي هو عندنا 600. هلا لو قسمنا إذا هنا على 4، وهاي كمان قسمناها على 4، وهذه كمان قسمناها على 4، إذا عندنا بصير عندنا هنا 2، إذا عندنا س، إذا زائد إذا عندنا ص يساوي 150. إذا ويساوي إذا 150، بمعنى إنه ص إذا عزيز الطالب تساوي 150. إذا 150 ناقص إذا عندنا 2 س. هاي بالنسبة اللي هو عندنا العلاقة اللي بتربط بين س وإذا عندنا صاد. هلا بنرجع الآن للعلاقة الرئيسية، إذا عندنا هنا صار عندنا هنا س تربيع، إذا عندنا ويساوي اللي هو عندنا س تربيع إذا مضروبة عزيز الطالب في 150 إذا ناقص اللي هو عندنا 2 إذا عندنا س. أوزع الآن س تربيع وتساوي 150 إذا عندنا س تربيع ناقص إذا عندنا 2 س إذا عندنا تكعيب. هيك بتكون أوجدنا العلاقة الرئيسية، وأوجد القيم الآن العظمى إلها عن طريق اللي هو المشتقة. إذا ح فتحة إذا صارت عندنا لس اللي هي تساوي 130 300 إذا وتساوي إذا 300 إذا س ناقص اللي هي عندنا 6 س إذا عندنا تربيع، وهذه بساويها إذا عندنا بالصفر. هلا حتى أقدر أحللها إذا بطلع الآن 6 س عامل مشترك، بظل عندنا هنا 50 إذا ناقص اللي هو عندنا س، وكل هذا شو بده يساوي؟ بساوي اللي هو عندنا صفر.
هلا إذا نستنتج إذا إيش عزيز الطالب؟ إما سين تساوي اللي هو عندنا صفر، أو سين ماذا تساوي؟ إذا سين تساوي 50، إذا سين إذا تساوي اللي هو عندنا 50. هلا بندرس الآن، إذا عندنا إذا نقدر نوجد الآن المشتقة، إذا طبعا هنا الصفر إذا قيمة، إذا عندنا قيمة مرفوضة. الآن نقدر نوجد المشتقة الثانية برضه كمان، إذا عزيز الطالب إذا محافة تحتين لسين إذا وتساوي إذا 300، إذا عندنا 300، إذا 300 ناقص اللي هو عندنا اللي هو عندنا 6 في 2 اللي هو ناقص إذا عندنا 12، إذا سين. هلا بنعوض الآن في المشتقة الثانية، إذا حافة تحتين للخمسين، وبنلاحظ إذا هذا يساوي 300 إذا ناقص إذا 12 ضرب اللي هو عندنا 50، وهذا بيساوي 300 إذا ناقص اللي هو عندنا 600 إذا ويساوي إذا سالب إذا عندنا 300، وهذا شمالها عزيز الطالب أقل من صفر، بمعنى أنه بيكون الحجم إذا الحجم أكبر ما يمكن، إذا أكبر ما يمكن ما يمكن عندما سين تساوي اللي تساوي اللي هي عندنا 50. هلا شو طالب مننا؟ بده أبعاد، إذا عندنا راح تكون إذا عزيز الطالب إذا عندنا الأبعاد، إذا عندنا الأبعاد لمتوازن المستطيلات، طبعا الطول 50 والعرض كمان 50، هلا الارتفاع اللي هو 150 ناقص برضه كمان بده يعطيني كمان إذا 50، طبعا إيش الوحدة هنا عندي اللي هي سنتيمتر، إذا سنتيمتر سنتيمتر إذا عندنا سنتيمتر. هذا بالنسبة اللي هو عندنا لمثال رقم، إذا عندنا مثال رقم 2. هلا في عندنا تدريب، إذا عندنا تدريب رقم، إذا عندنا تدريب رقم، إذا تدريب رقم، إذا عندنا 2. بحكي لنا إذا عزيز الطالب في عندنا صفيحة من الورق مستطيلة الشكل مساحتها 128، بدنا نطبع عليها إعلان إذا كان عرض كل من الهامشين إذا في رأس الورقة وأسفلها 101 سنتيمتر، وفي كل من الجانبين نص سنتيمتر، فجد بعدي الورقة بحيث تكون المساحة المطبوعة أكبر ما يمكن. ألا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب، إذا العلاقة الرئيسية هنا اللي هي هاي، إذا عندنا المساحة، إذا المساحة المطبوعة الداخلية، إذا هذه العلاقة إذا عندنا الرئيسية، إذا العلاقة الرئيسية اللي استنتجناها قلنا من خلال اللي هو بجانب كلمة أكبر ما يمكن أو أقل ما يمكن. وبالتالي الآن إذا بدي أحاول إذا أوجد الآن، طبعا الآن قلنا صفيحة من الورق مستطيلة شكل مساحتها 128، خلينا نفرض أنه مثلا إذا عندنا طولها على سبيل المثال أو عرضها مثلا هاي إذا عندنا عندنا سين، إذا هاي عندنا سين وارتفاع، وكمان طولها إذا يساوي صاد، وبالتالي إذا شو راح يكون عندنا عندي؟ إذا كيف بدي أترجم إذا أول جزء؟ إنه الآن عندنا 128 عزيز الطالب اللي هو 128، إذا ماذا تساوي؟ لو عندنا سين إذا ضرب صاد، وبالتالي إذا عندنا صاد هاي العلاقة المساعدة تساوي 128 إذا على سين، 128 إذا على سين. هلا الآن بيقول لنا إنه عندنا بدي أطبع إعلان، إذا عندنا على اللي هو عندنا داخل إذا هذه الورقة، بحيث يكون إذا داها مواصفاته يكون الهامش بعيد الأعلى، ويكون عندنا هنا 1 سنتيمتر إذا هنا بعيد، وكمان هنا بدي يكون إذا 1 إذا عندنا سنتيمتر، والجوانب إذا عزيز الطالب نص سنتيمتر، وكمان هنا نص إذا عندنا سنتيمتر. وبالتالي إذا بده يكون إذا عندنا بعد الورقة، إذا بعد الورقة إذا هنا هذا كلها سين، إذا بده يكون إذا عندنا بده يروح الآن نص وكمان نص، وبالتالي بده يكون عندنا هنا سين ناقص 1، بينما اللي هو عندنا البعد اللي هو الارتفاع أو إذا عندنا الطول عفوا، اللي هو بده يكون اللي هو عندنا صاد، بده يشيل منه هنا 1 ومن هنا 1 عزيز الطالب، يعني صاد ناقص 2، صاد إذا ناقص 2. وبالتالي الآن نقدر نوجد المساحة المطبوعة لو رمزنا لها بالرمز اللي هو عندنا ميم، إذا وتساوي اللي هي عبارة عن سين ناقص 1 مضروبة
في صاد اللي هو عندنا ناقص، إذا عندنا الثين. هلا الآن بعوض محل صاد القيمة اللي معطينا إياها اللي هي عبارة عن سين ناقص إذا عندنا اثنين مضروبة في صاد اللي هي 128 إذا على سين إذا ناقص اللي هو عندنا اثنين. إذا وتساوي إذا هنا سين ناقص واحد عفوا عزيزي الطالب. إذا هنا سين ناقص اللي هو عندنا واحد. بنوزع الآن إذا عندنا السين ضربها إذا ضر عندنا هنا 128 وسين في سالب اثنين اللي هو سالب إذا عندنا اثنين سين، وكمان عندنا سالب 128 إذا على اللي هو عندنا سين وسالب في سالب إذا زائد اللي هو عندنا اثنين، يعني نقدر نكتبها على شكل 130 ناقص اللي هو عندنا اثنين سين ناقص 128 إذا على اللي هو عندنا سين. وبالتالي إذا عندنا ميم فتحة إذا ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن سالب 2 إذا زائد اللي هو عندنا 128 إذا على سين، إذا عندنا تربيع عزيز الطالب. إلا الآن هذه تساوي اللي هو عندنا تساوي صفر. الآن حتى نقدر نحلها إذا لازم هنا نوحد المقامات. إذا بصير عندنا عزيز الطالب إذا سالب 2 سين إذا عندنا تربيع، سالب 2 سين تربيع زائد 128 إذا كل هذا إذا على سين إذا عندنا تربيع، كل هذا يساوي اللي هو عندنا صفر. وبالتالي إذا شو نستنتج؟ إذا نستنتج إذا عزيز الطالب إنه سالب إذا 2 سين تربيع إذا زائد 128 يساوي إيش يساوي؟ يساوي صفر. بمعنى الآن إذا عندنا بقدر أطلع السالب 2 عامل مشترك، بظل عندنا هنا سين تربيع ناقص إذا عندنا 64 تساوي صفر، يعني سالب 2 ضرب سين ناقص 8 ضرب سين زائد 8 كل هذا بده يعطينا صفر. هلا بنستنتج انه سين ماذا تساوي؟ اذا سين تساوي 8، طبعا سين تساوي كمان سالب 8 اذا عندنا هنا عجز الطالب تهمل لانه ما في عندنا طول بالسالب. هذا بالنسبه اللي هو عندنا الان بدي اثبت انه هاي القيمه اللي هي عندنا تعتبر اذا تعتبر اذا القيمه اللي هو عندنا قيمه عظمى، بدي ادرس اللي هو عندنا اللي هو عندنا اشاره إذا نقدر ندرس الآن إشارة المشتقة الأولى اللي هو هون عندك 8. إذا بنلاحظ إذا إشارة المشتقة الأولى إذا عزيز الطالب طبعا المقام دائما بده يكون موجب، وبالتالي راح نهتم في البسط. القيمة اللي أخذنا قيمة أكبر من 8 مثلا أي قيمة 10 مثلا بده يكون موجب وبالتالي بيكون هنا عندنا سالب إذا بهذا إذا عندنا الشكل. وبالتالي إذا كمان لو أخذنا أي قيمة أقل من 8 بتكون سالب في سالب بده يكون إذا عندنا موجب. وبالتالي إذا بده يكون إذا عندنا عزيز الطالب إذا يكون اقتران متزايد وبعدين متناقص. إذا بمعنى إذا القيمة بعد الورقة اللي بخلي الصفيحة إذا مساحتها أو الإعلام مساحتها أكبر ما يمكن، إذا هنا سين ماذا تساوي؟ إذا سين تساوي 8. هلا ظل عندنا صاد، إذا صاد إذا عزيز الطالب واللي هي تساوي 128 إذا على اللي هي عندنا على 8. إذا هذه بتقسم إذا على 2، تقسم على 2 فيها 4، على 2 فيها 64، على 2 فيها 2، على 2 فيها إذا 64 اللي هو عندنا على 32، على 2 فيها 1، على 2 فيها 16. وبالتالي إذا قيم الصاد إذا عزيز الطالب ماذا تساوي؟ إذا تساوي عندنا 16. هذا بالنسبة اللي هو عندنا البعد، إذا البعد الأول اللي هو عندنا بده بس فقط بعد الورقة، إذا سين 8 و16 هاي أبعاد الورقة اللي بدوروا أو بنبحثوا نبحث عنها. هلا نيجي الآن عزيز الطالب إلى اللي هو عندنا مثال رقم 3
إذا مثال رقم، إذا عندنا 3 مثال، اللي هو عندنا رقم، إذا عندنا مثال رقم 3 هذا المثال بيقول لنا في عندنا نقطة اللي هي تقع في الربع، أي ربع هون عزيز الطالب؟ تقع في الربع الأول على منحنى، اللي بدي أبحث عن النقطة اللي بتكون أقرب شيء لمين؟ إذا هون عزيز الطالب اللي هي النقطة اللي هي إحداثياتها 6 و0، 6، إذا عندنا 6 و0. خلينا نشوف الآن كيف بدي الآن أوجد اللي هو عندنا، إذا هذه اللي هو عندنا اللي هي هذه عندنا قاف السين. هلا الآن شو بدي أعمل إذا عزيزي الطالب؟ إذا عندنا الحل، نفهم المسألة أول شيء، بقول لنا جد النقطة الواقعة في الربع الأول. هلا في الربع الأول عزيزي الطالب شوف، لو رسمنا الآن الاقتران س تربيع ناقص واحد راح يكون عندنا رسمته بهذا الشكل. يعني لو بدي أرسمه هذا إلك، راح يكون عندنا بهذا الشكل، وكمان بده يكون عندنا بهذا الشكل. وبالتالي إذا احنا بدنا فقط الجزء الذي يقع في الربع اللي هو عندنا الأول، الربع نشتغل على الجزء أو الرسمة إذا كانت في الربع، إذا عندنا الأول. الآن إذا عزيزي الطالب، إذا شو بدي أعمل الآن؟ إذا بقول لنا بدنا إذا بعد النقطة، إذا بقول لنا جد بقى النقطة الواقعة في الربع الأول على منحنى، بدي إحداثيات النقطة اللي بتكون أقرب شيء للنقطة اللي هي عندنا 6 و0. وبالتالي إذا بدي أبحث عن اللي هو عندنا القيمة الصغرى للمسافة إذا بين نقطتين. وبالتالي إذا عزيزي الطالب، إذا شو العلاقة المناسبة إذا هون؟ اللي هي المسافة بين نقطتين اللي هو مسمينا إياها هنا فاء حسب الرسمة، اللي هي عبارة عن تحت الجذر اللي هو الفرق بين اللي هو عندنا راح يكون عندنا صاد، إذا صاد ناقص اللي هو عندنا 0، إذا تربيع، إذا زائد اللي هو صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع، زائد عزيز الطالب اللي هو سين ناقص اللي هو عندنا 6 كمان، إذا عندنا تربيع. طبعا هذا ويساوي، نقدر نبسطه أكثر من هيك، اللي هو عبارة عن صاد تربيع، إذا صاد تربيع زائد اللي هو عندنا س ناقص 6 كمان، إذا عندنا تربيع. وكالعادة إذا بنلاحظ إذا عزيزي الطالب ظهر عندنا متغير ثاني، كيف بدي أخلص منه هذا المتغير؟ من خلال إنه طبعا هذا إذا عزيزي الطالب عبارة عن إيش؟ قاف س يعني عبارة عن صاد، بقدر أعوض محل صاد الآن، إذا وتساوي طبعا مع التربيع راح يروح، راح يظل فقط عندي اللي هو عندنا س تربيع ناقص، إذا عندنا 4 زائد اللي هو عندنا س ناقص اللي هو عندنا 6، إذا تربيع س ناقص، إذا عندنا 6 تربيع. قال الآن هاي العلاقة الرئيسية اللي هي صارت عندنا فاء أوف س، وبالتالي إذا بوجد الآن فاء فتحة، إذا عندنا لس اللي هو زي ما بنعرف اللي هي مشتقة ما داخل الجذر، اللي هو عبارة عن 2 س زائد اللي هو عندنا مشتقة اللي هو عندنا حسب قاعدة سلسلة 2 س، إذا ناقص اللي هو عندنا 6 على اللي هو 2 ضرب الجذر، الجذر نفسه اللي هو س تربيع ناقص 4، إذا زائد عندنا س ناقص 6 تربيع. الآن طبعا نقدر نختصر، إذا عزيز الطالب لو طلعنا هون عامل مشترك الاثنين راح يروح، الاثنين هاي مع الاثنين، وبالتالي إذا بتظل عندنا بصفي، إذا عندنا فا فتحة اللي هي عبارة عن إيش؟ إذا س زائد س عزيز الطالب اللي هي عبارة عن 2، إذا عندنا س، إذا ناقص، إذا عندنا 6. طبعا كل هذا إذا مقسوم على الجذر التربيعي لس تربيع ناقص 4 زائد اللي هو عندنا س ناقص، إذا عندنا 6، إذا عندنا تربيع. هلا بنوجد أصفار، إذا عندنا المشتقة، إذا الأولى، إذا عزيز الطالب فا فتحة، إذا عندنا لس وتساوي اللي هو بيتضمن ذلك إنه بده يكون إذا عندنا هنا إنه 2 س ناقص إذا 6 ماذا تساوي؟ إذا تساوي اللي هو عندنا 0، يتضمن ذلك إنه عندنا س تساوي 3.
هلا بندرس الآن الإشارة. إذا عندنا إشارة المشتقة، إذا عندنا الأولى، إذا إشارة المشتقة إذا عندنا الأولى اللي هي عندنا هنا عندنا ثلاثة، وبالتالي الآن لو عوضنا أي قيمة إذا أكبر من ثلاثة بتطلع عندنا هذه موجبة، هذه موجبة، وكمان هذه بتكون إذا عندنا سالبة، وبالتالي بتكون الاقتران إذا متناقص، وبعدين شماله إذا راح يزداد. وبالتالي إذا عندنا بنلاحظ إذا عندنا ثلاثة، عند الثلاثة الاقتران إذا قيمة، إذا قيمة صغرى محلية. وبالتالي إذا شو بنقدر نستنتج إذا عزيز الطالب، إذا تكون إذا تكون النقطة، إذا عندنا إذا تكون إذا عندنا الأحداث السي، طبعا النقطة اللي هي عندنا الثلاثة، نقدر طبعا الآن نوجد إذا قيمة الصاد، إذا قديش قيمة الصاد إذا عزيز الطالب اللي هي تساوي بعوضها في اللي هو عندنا الجذر التربيعي بالاقتران لو صورته، اللي هو عبارة عن 9 ناقص اللي هو عندنا 4، وهذا بعطيني اللي هو عندنا 5. إذا تكون النقطة اللي هي 3 وجذر الـ5 أقرب ما يمكن، إذا أقرب ما يمكن، إذا ما يمكن لمين؟ إذا للنقطة اللي هي عندنا عزيز الطالب اللي هي إحداثيات 6 و0، 6 و0. هذا بالنسبة لمثال اللي هو عندنا مثال رقم اللي هو عندنا 3. اللي بقي علينا اللي هو عزيز الطالب اللي هو عندنا عندنا في تدريب رقم 3، تدريب رقم 3، قول لنا يقع المستطيل الف ب ج في المنطقة المرسومة بين منحنى الاقتران والمستقيم ص يساوي 4 إلى آخره. إذا أول شيء هنا عزيزي الطالب بدنا نحاول الآن شو نعمل؟ ما دام في منطقة محصورة بدنا نحاول إننا نرسم الاقتران اللي هو الجذر اللي هو س تربيع عفوا. إذا عندنا القاف السين اللي هو عبارة عن س تربيع ناقص 4 س، ناقص 4 س زائد اللي هو عندنا 4. هلا كيف بدي ارسمه؟ بدي اطلع له اللي هو عندنا محور المعادله، محور التماثل اللي هي عباره عن سالب ب اذا على 2 اذا عندنا الف، وتساوي اللي هو عباره سالب في سالب، يعني هون بده يكون عندنا 2. بعوض الان احداثيات، بوجد احداثيات الراس اللي هو عند احداث الصاد احداثيات الراس اللي هي قاف 2، لو عوضناه بده يعطيني 4 ناقص 8 اذا زائد 4، وهذا بده يعطيني 0. وبالتالي اذا احداثيات الراس عزيز الطالب اللي هي 2 و0، 2 اذا عندنا او 0. هل الان لو حاولنا اذا او لو رسمنا اذا هذا الاقتران اذا عندنا بهذا الشكل او بهذه المنطقه، اذا هاي عندنا الاثنين، اذا عندنا هنا راح يقطع الان عند الصفر، بده يكون عندنا هون 4، اذا راح يمر الاقتران اذا عزيز الطالب يعني تقريبا بهذا الشكل، وكمان عندنا طبعا هاي بتكون اذا عندنا 4 الان. والمستقيم اللي هو عندنا صاد يساوي 4، اذا عندنا صاد يساوي 4 اللي هو بده يكون موازي لمحور اذا عندنا السينات. هلا وين بده يكون اذا عزيز الطالب يقع المستطيل؟ بده يقع اذا داخل اذا هذه المنطقه، اذا داخل هذه المنطقه. بيقول لنا طبعا يقع رأس ألف وباء على منحنى اللي هو عندنا قاف، يعني هذه بقدر نسميها ألف، وهذه كمان باء، وهذه عندنا جيم، وهذه دال. هاي الآن بدنا نوجد مساحة إذا هذا اللي هو عندنا المستطيل، إذا العلاقة الرئيسية إذا عزيز الطالب اللي هو إيجاد مساحة إذا هذا اللي هو عندنا المستطيل. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا بقول لنا إذا منحنى إذا بده مساحته، إذا تكون مساحته أكبر ما يمكن. هلا الآن زي ما بنعرف الآن مساحة المستطيل، إذا مساحة إذا المستطيل وتساوي الطول ضرب إذا عندنا هنا الطول ضرب عرض، إذا طول ضرب العرض بده يعطيني مساحة المستطيل. هلا الآن بدنا نستفيد إذا عزيز الطالب من محور التماثل. هلا محور التماثل إذا بده يكون يقسم الشكل إلى قسمين إذا عندنا متساويين، وبالتالي إذا هنا نقدر نوجد الآن طبعا هاي النقطة اللي هي إحداثيات سين سين وصاد، وبالتالي إذا هذه لو سميتها إذا هذه بسميها مثلا عندنا سين، وهذه شو بتكون إذا عندنا
وبالتالي اللي الداخل إذا هنا إذا طول إذا هذا المنطقة إذا عزيز الطالب إذا شو راح تساوي؟ عبارة عن س ناقص إذا س ناقص 2، وهاي كمان س ناقص اللي هو عندنا 2. بينما الارتفاع هذا خلينا نكتبه إذا هون اللي هو عبارة عن 4 ناقص اللي هو عندنا قاف السين، اللي هو ناقص صور السين بده يعطيني إذا اللي هو عرض إذا هذا المستطيل. وبالتالي الآن إذا مساحة إذا عندنا المستطيل إذا عزيز الطالب إذا الطول صار عندنا هنا إذا 2 ضرب س ناقص 2، إذا ضرب اللي هو عندنا العرض اللي هو عبارة عن 4، إذا حكينا ناقص اللي هو عندنا قاف السين، ناقص اللي هو عندنا قاف السين. إذا بنبسط إذا هذا الاقتران، هذا لو بنقدر ندخل اللي هنا عندنا 2 س، إذا ناقص اللي هو عندنا 4، الأربعة ناقص الآن بنعوض محل قاف السين اللي هو عبارة عن سين تربيع، إذا ناقص إذا عزيز الطالب 4 سين كمان زائد اللي هو عندنا الأربعة. إذا ويساوي الآن إذا هذا ويساوي اللي هو عندنا 2 سين ناقص إذا عندنا 4 مضروب في إيش هون عندنا 4، إذا ناقص لو وزعنا السؤال الآن عندنا لو وزعنا السالب إذا عزيز الطالب بصير عندنا 4 سالب س تربيع، إذا هنا عندنا زائد إذا عندنا 4 س ناقص اللي هو عندنا 4، وبالتالي إذا عندنا هنا سالب وإذا كمان إذا عندنا سالب بروحوا مع بعض، إذا موجب 4 وسالب 4، إذا بضل عندي هنا 2 س ناقص قديش؟ ناقص 4، وبنقدر نكتب هذه على شكل 4 ناقص إذا 4 ناقص إذا عندنا س عندنا تربيع. الآن حتى للسهولة إذا عزيز الطالب الآن نقدر الآن نوزع يعني 2 س في س اللي هي عبارة عن 8، عبارة عن 8 س، و2 س في س تربيع اللي هو عندنا سالب، إذا عندنا 2 س اللي هو عندنا تكعيب. كمان إذا عندنا هنا 4 س، آسف، إذا عندنا هون عزيز الطالب 4 س ناقص س تربيع، إذا 2 س في 4 س إذا 8 س تربيع، و2 س إذا ناقص 2 س تكعيب، وسالب 4 إذا هنا سالب إذا 16، إذا عندنا س وسالب في سالب بده يعطينا موجب، إذا عندنا 4 س إذا عندنا تربيع 4 س تربيع. يعني بنبسط كمان إذا هذه العلاقة، إذا صار عندنا هون رتبناها سالب 2 إذا عندنا س تكعيب، وكمان 8 س زائد إذا 4 س إذا زائد إذا عزيز الطالب اللي هي 12 إذا س تربيع، طبعا ناقص اللي هو عندنا 16 إذا عندنا س. هذا بالنسبة اللي هو عندنا لهذه إذا عندنا العلاقة. الآن نشتق إذا هذه العلاقة إذا ميم فتحة وتساوي إذا سالب إذا 6 س إذا عندنا تربيع، إذا سالب إذا عندنا 6 س تربيع، إذا زائد كمان عندنا 24 إذا عندنا س، إذا ناقص اللي هو عندنا 16، ناقص إذا عندنا 16. الآن نقدر نقسم إذا هذا طبعا نساويه الآن بالصفر، نقدر الآن نقسمها على 2 أو نقسمها على سالب 2. إذا طلعنا عامل مشترك اللي هو سالب 2 عزيز الطالب بهذا الشكل، إذا بظل عندنا هنا 3 إذا عندنا س تربيع، سالب 2 في 3 سالب 6، كمان هنا بده يكون إذا عندنا سالب 2 يعني 12 إذا عندنا س، وكمان سالب في سالب إذا بده يكون إذا هنا عندنا موجب اللي هو عندنا 8، كل هذا بده يساوي اللي هو عندنا عزيز الطالب يساوي 0. الآن طبعا هنا المشتقة إذا ما دام تساوي صفر، إذا هذا المقدار تساوي صفر، كيف بدي أحلله؟ عن طريق القانون العام اللي هو سالب إذا عندنا باء زائد أو ناقص إذا تحت الجذر اللي هو المميز، إذا عزيز الطالب باء تربيع ناقص إذا 4000 جيم، إذا كل هذا إذا على 2 اللي هو عندنا ألف، وتساوي اللي هو عندنا إذا السالب إذا عندنا باء إذا عندنا سالب إذا عندنا عفوا إذا سالب باء
الباء اللي هي عبارة عن إيش من عندنا؟ إذا سالب، إذا عندنا بتكون إذا موجب 12، إذا هاي 12، إذا زائد أو ناقص، إذا تحت الجذر باء تربيع اللي هو عبارة عن 144 عزيزي الطالب، ناقص 4 ضرب ألف اللي هي عبارة عن 3، ضرب جيم اللي هي عبارة عن قديش من عندنا؟ ضرب اللي هو عندنا 8. طبعا كل هذا مقسوم إذا على 6، مقسوم إذا على 6. إذا ويساوي إذا عزيز الطالب إذا 12، إذا زائد أو ناقص 4 في 3 12، إذا 12 في 8 96، 144 ناقص 96 اللي هي 48، يعني جذر 48. إذا جذر 48 كله مقسوم إذا على 6، وهذا كمان بيساوي 12 على 6 يعني ويساوي 2 زائد أو ناقص، وهذه كمان عبارة عن جذر 16 اللي هي عبارة عن عزيز الطالب إذا 4 جذر 3 إذا على كمان إذا هنا على 6، وبقدر أختصرها وتساوي 2 زائد أو ناقص اللي هي عندنا 2، 2 إذا عندنا جذر 3 إذا على اللي هو عندنا على 3، وبقدر كمان أختصرها اللي هو عبارة عن 2 زائد أو ناقص اللي هو عندنا 2 على جذر 3، 2 على جذر إذا عندنا 3. هلا بندرس الآن هنا إذا عزيزي الطالب لنثبت أن الآن إذا عندنا المساحة أكبر ما يمكن. طبعا الآن راح آخذ القيمة إذا أحصرها بين القيمة اللي هي عندنا 2، هاي عبارة عن 2 ناقص 2 على جذر 3، وكمان هنا 2 زائد اللي هو عندنا 2 على جذر 3. هلا لو أخذنا إذا عزيزي الطالب اللي هو مثلا الصفر بيناتهم إذا، أو عندنا معامل إذا هنا بده يكون معامل سين تربيع، إذا معامل سين تربيع اللي هو عندنا عزيزي الطالب اللي هو عندنا موجب، وبالتالي بده يكون إذا هنا موجب، إذا هذا موجب وهذا بده يكون سالب، وهذا بده يكون إذا عندنا موجب، وبالتالي بده يكون إذا عندنا مساحة أكبر ما يمكن. بعدين إذا هنا بتكون عندي إذا عندنا إذا بده يكون إذا عندنا عزيز الطالب إذا الأحداثي إذا السيني، طبعا هذا اللي عندنا الأحداث السيني لمين؟ إذا هنا للنقطة، إذا وبالتالي إذا هنا عندنا قيمة السين، إذا عندنا قيمة إذا عندنا سين، إذا قلنا هنا إذا عزيز الطالب المشتقة، عفوا هنا المشتقة، خلينا احنا رحنا على لازم ما ناخذ إشارة اللي هو عندنا، نعتذر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي هو عندنا إذا هاي عندنا 3 عزيز الطالب. إذا قلنا هنا شو بدي أعمل الآن؟ إذا هاي بدرس إشارة مشتقة. عندنا هنا قيمة السين 2 ناقص جذر 3 ناقص لاثنين ناقص اثنين على جذر الثلاثة إذا حكينا، وهون كمان شو بده يكون عندنا اثنين زائد اثنين على جذر الثلاثة. الآن ما بروح الإشارة على هذا، عفوا عندنا على الرئيسية إذا عزيز الطالب اللي هو عندنا هنا سالب، بتكون إذا هنا سالب، أنا بعتذر، إذا هاي بتكون سالب سالب سالب، وهاي بتكون إذا عندنا موجب، إذا موجب هنا بتكون إذا سالب، وبالتالي الآن لو مثلناها بيكون اقتران متناقص وبعدين متزايد وبعدين، وبالتالي إذا القيمة اللي بتخلي اللي هو عندنا القيمة السين إذا بعد المستطيل لو قيمة إذا بده إيش بجد بعدي المستطيل، إذا قيمة السين إذا عزيز الطالب اللي هي تساوي إذا قيمة السين ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن 2 إذا زائد إذا 2 على جذر اللي هو عندنا 3. هذا بالنسبة اللي هو عندنا القيم السين. طبعا قيم الصاد اللي هو عندنا البعد الآخر اللي هو عندنا البعد نقدر نوجده عن طريق اللي هو عندنا اللي هو عندنا البعد اللي هو بنعوض بأربعة ناقص تعويض داخل، إذا هذا الاقتران بطلع عندنا جذور
بس نكتفي إذا لو إيجاد اللي هو عندنا قيمة سين، وقيمة صاد قلنا نقدر نعوضها إذا في إذا الاقتران اللي هو عندنا مربح. لا بده يكون إذا عرض المستطيل إذا بعدي المستطيل إذا، وبالتالي إذا قيمة السين طبعا بدي أعوضها وين إذا عزيز طالب؟ اللي هو البعد اللي هو عبارة عن في هذه هذا الطول، وكمان بعوضها هنا في العرض أو في يعني هون 2 س ناقص 4، هيك نكون أوجدنا اللي هو عندنا إذا الطول إذا عندنا والعرض. وإلى لقاء آخر إذا عزيزي الطالب.